جيت عند دكتور مايكل تارا كان مستحيل انه وقف البيجمنتيشن، بس على القليل الصن بلوك بيحمي الوجه من التجاعيد. ماني بعد جاهزه انه يصير عندي تجاعيد، سو رح يشتغل شويه جو لاين دكتور مايكل اند هلا بشوف هو بتركه لقلو، انا بترك القرار لقلو. اي ام باك زروين ام باك دغري انا يعني دغري لعند دكتور فراس قبل ما اسافر ولما ارجع. ام ات كلينيكا دبي مع دكتور فراس، جاي اعمل تشيك اب على اسناني، اعمل هايجين اند جست تو ميك شور انه ماي فينيرز ار هيلثي، ومبلش بروجكت جديد بكره ان شاء الله قريبه بتعرفوا عنه. اند دكتور فراس هاز بين اكستريملي بيزي، عم بيكون عم بيغطي دبي اند ابو ظبي اند ابو ظبي بيشنتس clients انا بنحب نقولهم they're not patients منهم مرضى guests our friends and clients بحبوا انه كثير مبسوطين انه دكتور فراس عم بيطلع لهونيك. و طب انا بدي اعرف ابتسامه مين اكثر شيء عم بيطلبوا لما يجوا البيشنتس، اما بيكون مثلا عندهم صور اما مثلا بدهم شيء طبيعي بيشبه اسنانهم، شو الاكثر شيء عم ينطلب هلا؟ هلا ناس كثير عم تروح انه يكون في شيء طبيعي، يعني okay. يكون مش لون واحد، يكون في ديجريديشن، وكثير عم يسالوا على الترانسلوسنسي باسنانك لتحت، الشفافيه. اكزاكتلي هلا بالعامي بسموها ال 3 دي سمايل، اتس انه بس انه بتبين انه لايف لايك تيث مش بلوكات اكيد طبيعية أكتر. Yes. أنا أكره ما علي الفينيرز بيكون من أوله لآخره لون واحد وبلوك واحد، هيك كانوا تبعوا لي القدمة يعني اللي حكيت عملتهم بلندن. Yes. بس ما كان في شيء غير هيك. سو هلأ السنين أنت صار لك سنين عم تعملهم من تحت ترانسبارنت وفيهم كل الديتيلز الطبيعية، بس قصدي بيجيبوا لك مثلا صور لسليبرتي سنين أو لا؟ patients بيجوا بكونوا شايفين قبل السوشيال ميديا تبعنا، بفوتوا على الصفحه تبعنا بيختاروا من الحالات اللي انا عاملها، واكثر شيء بيختاروا دائما سمايل اللي عم لك اياها مشان نعمل مثلها. انا بتذكر انا جبت لك صوره جيسيكا سيمسون. yes. انا اي لاف يعني اي لاف اي لاف، بعتقد هي سنه طبيعيه، بس انا انه هيك كان بدي اقلد سنين حدا سنه طبيعيه. yes. وهذا الشيء اللي انا بحبه بالسن انت بتعمله دكتور فراس، مش مجامله اللي بعرف انه صار لك معي انت من اول ما نهار فتحته لكلينيكا جوال، انه على طول انت ويبينوا السنين سو ناتشرال. yes. وعلى طول انت حريص انه كل الديتيلز بالسن بقلب السنين. يا yes. يا ديتيلز صغيرة. يس 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 مثل اسنانك اكيد جوال، في كثير ناس بيجوا بيطلبوا اسنان المشاهير اللي انا عملتهم قبل اللي موجودين عندنا، مثل محمد نور، ماجد المدني، شمس الملا، واخر شيء ليانا لوهان اللي اجت مع اختها لينزي لوهان خصوصي من يعني هيدي اختها لينزي لوهان اشهر من اي حدا بهوليوود، تركت هوليوود كله وايش لعنا. yes. يعني كانوا هن فينيز مشهورين كهوليوود سمايل، هيدي تركت هوليوود ايش عند دكتور فراس. بس انا انبسطت انه حتى لينزي اجت معها على التركيب وكانت كثير مبسوطين، يعني ات واز اميزنج، وهي مغنيه سو السنين كانوا كثير ضروريين لها. yes. وكانت مش عامله فينيرز قبل، يعني على ايدك اجمل ابتسامه كانت عن جد على ايدك. مثل اسنانك اكيد جوال، في كثير ناس بيجوا بيطلبوا اسنان المشاهير اللي انا عملتهم قبل اللي موجودين عندنا، مثل محمد نور، ماجد المدني، شمس الملا، واخر شيء ليانا لوهان اللي اجت مع شو بدي اقول لك دكتور فراس، يعني اي لاف يو وام سو هابي باسناني، وهلا حتى امي عم تعمل اسنان عند دكتور فراس. We're happy. Everyone's happy. We love you. يعني هيدي اختها لينزي لوهان اشهر من اي حدا بهوليوود، تركت هوليوود كله وايش لعنا. يعني كانوا هن فينيز مشهورين كهوليوود سمايل، هيدي تركت هوليوود ايش عند دكتور فراس. بس انا انبسطت انه حتى لينزي اجت معها على التركيب وكانت كثير مبسوطين، يعني ات واز اميزنج، وهي مغنيه سو السنين كانوا كثير ضروريين لها. yes. وكانت مش عامله فينيرز قبل، يعني على ايدك اجمل ابتسامه كانت عن جد على ايدك. شو بدي اقول لك دكتور فراس، يعني اي لاف يو وام سو هابي باسناني، وهلا حتى امي عم تعمل اسنان عند دكتور فراس. وير هابي، ايفرونز هابي، وي لاف يو. لاف يو.
to be back at Clinica Joel. So so happy. هيدي الكرسي في love and hate relationship معه. بحبه وبكرهه بنفس الوقت. بحبه لأنه I love my teeth. I love my teeth. I love the natural. دكتور فراس عامل لي هون. قديش دقيق في الشيب تبع الاسنان. كل سنة شكله شيء. I love it. I love them. I love them. I love them. And بكره أنا بكره إبرة البنش بس إيده خفيفة. فعشان هيك بحب أجي وانتبه عليهم على القليلة مرة كل ست أشهر. So today is the day. بكرة دكتور فراس كمان عامل لغادة مزيت صباح الخير يا عرب ولأهاني ولكتير مشاهير بس اوكي حدا فيت طلع. انا غير اسناني مع دكتور فراس بدي جلسه تاخذ جلسات طب شو بدي اعمل سليمينج لا بطني مع انا ضعفانه وبدي يي انت تحلى بعد شوي كل مره اشوفك كيفك اشتقت لك ماي جيمس بوند دكتور محمد ماي جيمس بوند اي لاف يو سو ماتش كيفك الحمد لله يا جود ويلكم باك انا اي نو يو ار بيزي 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 عم شوف على السوشيال ميديا وكتر خير الله لحظه يلا هون كله مليان خشب All is good. Yes. شفت عملية المنخار. دكتور محمد هيدي عملية الليب ليفت. It's like رهيبة. لأنه بتغير. لأنه بحس أنه كتير هلأ هالفترة. كل الستات عم بيحطوا فيلر بشفافهم. عم تتقل الشفة. صح؟ ايه وصاروا الفيلرز يعني في ناس بلشوا من زمان زمان لك 20 سنة 18 سنة. انا صراحه أنا اول مره من 16 سنه so long time ago كان لي سنه بالبرنامج اول مره so بحس انا حتى هالشيء كتير اوير له بطلع بالعالم اقول واو لو بتاثر شفتها بس ولا سكار يعني هيدي انت بعد قد ايه صورتوا الريزلت اللي خليناها على I think like 2-3 months نسيت one شهرين ولا ثلاثة شهور ايه ما في سكار أبدا وفي ناس بياخد ممكن أكثر شوية وقت تا يروح لسكار كليا so السكار يعني مثل الجفون أما أكثر لا مش أكثر شوية مشفون هي في الأول بتبقى حمرة شوية بس بنغطيها بالميك اب ولا okay. أو في ناس إنه بسرعة زي عملية لأن في ناس إنه بسرعة تروح في ناس بتاخد أكثر شوية وقت أدي أكثر وقت يعني؟ والله it depends من الجلد نفسه الناس كل ما بيكونوا أكبر شوية في العمر it's very easy لما يكون واحدة كبيرة في العمر ما بتبين يعني oh, wow. sometimes you're surprised لما بتكون أصغر في العمر الهيلينج بياخد مش إنه الهيلينج عشان الرياكشن لا بطني مع أنا ضعفان أنا غير سنيني مع دكتور فراس طب شو بدي أعمل سليمينج لا بطني مع أنا ضعفانة وبدي يي أنت تحلى بعد شوي كل مرة أشوفك كيفك اشتقت لك ماي جيمس بوند دكتور محمد ماي جيمس بوند I love you so much. كيفك؟ الحمد لله. Yeah, good. Welcome back. أنا I know you're busy, 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 busy. عم شوف على السوشيال ميديا وكتر خير الله لحظة. يلا هون كله مليان خشب. All is good. Yes. شفت عملية المنخار. دكتور محمد هيدي عملية الليب ليفت. It's like رهيبة. لأنه بتغير. لأنه بحس إنه كتير هلأ هالفترة. كل الستات عم بيحطوا فيلر بشفافهم عم تتقل الشفة صح؟ ايه وصاروا الفيلرز يعني في ناس بلشوا من زمان زمان لك 20 سنة 18 سنة انا صراحة أنا اول مرة من 16 سنة so long time ago كان لي سنة بالبرنامج اول مرة
سو بحس انا حتى هالشيء كثير اوير له، بطلع بالعالم اقول واو لو بتاثر شفتها بس ولا سكار. يعني هيدي انت بعد قد ايه صورتوا الريزلت اللي خليناها على I think like 2-3 months نسيت شهرين ولا ثلاثة شهور. ايه ما في سكار ابدا. وفي ناس بياخذ ممكن اكثر شوية وقت تا يروح السكار كليا. سو السكار يعني مثل الجفون اما اكثر؟ لا مش اكثر شوية مشفون، هي في الاول بتبقى حمرة شوية بس بنغطيها بالميك اب ولا اوكي او في ناس انه بسرعة زي عملية الان، في ناس انه بسرعة تروح، في ناس بتاخذ اكثر شوية وقت. قد ايه اكثر وقت يعني؟ والله ديبنس من الجلد نفسه، الناس كلهم بيكونوا اكبر شويه في العمر اتس فيري ايزي، لما يكون واحدة كبيره في العمر ما بتبين يعني. اه واو سام تايمز يور سربرايز. لما بتكون اصغر في العمر الهيلينج بياخذ، مش انه الهيلينج عشان الرياكشن اكبر، بتكون الاحمرار بيكون اكثر. بيكون اكثر للناس اللي بيكونوا اكبر شويه في العمر، لانه انا الايليدز لما عملت لي شفوني انا بتذكر بسرعه اكثر 10 ايام كنت عم صور بيوتي مع الايلتس عشان هم يعني بس 10 ايام اني ما حدا عرف انه عملت شفوني، تركتها سيكرت. انا بعد شهر لنزلت الفيديو كنت عم صور كل يوم المرحله، يعني انا بالمستشفى بعد طلعت من وقت ما بعرف وين بكون قطع الفيديو. انا اول ونت تو سي فيري كويكلي انه وقت شفوني ريلي 10 دايز صورت بيوتي ماتش nothing كان الهيلينج يعني كانه صار 100%. في هو احنا دايما بنحاول ماكسيموم بسرعه، احنا ما بيبقى في سكار ولا ازرق. سامتايمز ممكن بيصير، احنا بنقول ناخذ حسب كل شخص اكيد شوية. هو الادفانتج انه ممكن بالميك اب وهالاشياء وبنخبي اذا في بروزز ولا شيء. انا بذكر انت مره عملت له مشتركه اسم باتول شفونا من زمان بعد 7 ايام صورناها الريفيل ريفيل يعني الفاينل تبعه افتر 7 دايز، عشان هيك وقت كنت عارفه انه ما عم باخذ يعني ما عم خاطر انه اعمل الشفون قبل ب 10 دايز. بس المنخار روعه لانه ذس از سمثينج كنت عم يعني عم فكر في كم حدا سالني عنه اند كنت ولا مره مفرجين نحن هيدي الكيس يعني ما مفرجين هالعمليه. هي she was very nice our patient عشان هي جات على patient عادية، من بعد لما she was happy هي نفسها بعثت صور من wow. بس أغلب الناس يعني ما بيخلونا، مش إنه ما بيخلونا إنه it's privacy، هم بيجوا العيادة عشان عمليتها ما بنستعمل الصور بتاعتهم. أنا بعرف إنه في كتير عيادات بيعملوا كتير شغل ببلاش حتى يعملوا content. نحنا بما إنه أنتوا اسم الله يكتر خير الله you're busy من الصبح لليل paid clients، عشان ما عندنا كتير صور بيفور اند افتر لانه مثل ما انت قلت اكيد برايفسي، واللي او بده يعمل عمليه بخبر اصحابه القريبين له بس منه كتير كومفورتبل انه ينشر الصور. بس ام هابي ام سو هابي ثانك يو للكلاينت المهضوم اللي ما بعرفها لانه I got to see يعني خلتني انا حتى اشوف قديش الريزلت رائع. يعني في ناس مثلا هو في ناس ما بيعرفوا انه هذا ممكن نعملوه، في ناس انه they have the problem بس ما بيعرفوا. دكتور محمد هلا ورا التفاصيل ورا الكواليس عم نحكي انه اي ويش حتى انا اي كانوت سي صور البيشنتس، بس انا من العالم اصحابي اللي عملوا عند دكتور محمد بعرف القبل وبعد. بس يعني نحن عندنا هون ريجوليشنز غير برا، يعني في بامريكا بفرجوكم بقلب العمليه ودغري بعد العمليه. انا بتمنى فرجيكم قديش حلو اللايبو والفات ترانسفير للمؤخرة والشغل اللي عن جد يعني دكتور محمد and دكتور مايك all our doctors are doing but we cannot thank God في عنا regulations and we cannot. كل الصور اللي بنستعملها usually we have the consent of the patient إن هي شو yeah. وشاهر أكيد نحن we're so careful when we can do it we do it بس مغلب أغلب الأحيان we respect privacy أكيد but it's such a shame لأنه حلو الواحد يشوف أوقات yeah. في العيادة هنا بيشوفوا لما بتيجي في هنا في العيادة في هنا في العيادة لما بعد الكونسلتيشن دي عم بتخلي الناس تشوف بيفور اند افتر فوتوز عشان في ناس انهم they all us انهم نستعمل الصور هنا في العيادة as examples. يعني دايما كل ما نستعمل صور اما برا ولا في العيادة لازم انه البيشنت تكون عطت اكيد of course. هنا في العيادة it's much more easy عشان it's private. أنا خليني بس أقولكم دكتور محمد عن جد عطول بقول الله يحميك من العين، لأنه كتير عالم بسألوني إنه what is he good at، بقولهم ما بعرف كيف، إنه بيقولوا كل دكتور شاطر بشي بس أنت شاطر بكل شيء. يعني عن جد كتر خير الله every surgery you do is perfect every botox filler شو ما عملت يعني it's you're such an amazing
you're such a good انت you're a good person عرفت and you're an amazing doctor. بعرف حتى الافتر كير تبعك يعني افتر سيرجري الناس بيقولوا قديش انت you're so incredibly kind. قال لي لا في some plastic surgeons بيركزوا مثلا على one surgery تنقول مثلا اللايبو and fat transfer هم بيركزوا بس مثلا بس مناخير 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 انت اسم الله ما شاء الله you do everything perfect شو ال... you love all surgeries you love to do في عندك اشياء انه you are more comfortable with في اشياء تحب تعملها ولا لا من بعد كل عملية مش زي بعض يعني بس اكيد انه كل surgeon عنده شيء معين انه ممكن بيميلوا انه بيعملوا اكثر بس هذا اختيار بتاعت كل surgeon بس انت you do all we do all yes بس في اشياء ممكن بتحب انه بفضل انك تعملها شو بتحب اكثر شيء الوجه I prefer بتحب الوجه really yeah face surgery for me it's wow nice. but you do so much body كمان yes you do a lot do it, yeah, yeah. enjoy it بس كل واحد انت عملت فيس ليفت لصديقتي and really 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 انا بتذكر يعني ما تغيرت ولا 1% لا صار شكلها تشاينيز ولا غيرت لها بملامحها بس زغرتها 20 years يعني رجعت تذكرتها قلت oh my god كأنه انا عم بصير عندي ديجا فيو يعني كأنه انا عم برجع اتذكرها اول ما تعرفت عليها it was unbelievable يعني and this was like عطول بقول لك انت مثل السحر يعني انت ما بتحبها كلمة بس أقول إنه أنت sometimes تحسسني إنه شغلك مثل السحر لأنه ما بحس it's surgery it's just like you reconstruct ترجع بتجدد الإنسان وتذكر one time كان في واحدة مشتركة عملت لها breasts يا ربي ما بنسيها لليوم هم شيء 10 سنين 8 سنين I don't know how long كانت مغربية it was like I was like okay أحلى شيء شفته بحياتي okay أنا هلأ جيت عند دكتور مايكل ناطرته كل نهار الساعة 7:30 هلا بدي اعمل ريتاتشز لوجهي رح فرجيكم قبل وبعد اوكي وما طلعت البيجمنتيشن تبعيتي او التريتت لانه قد ما حطيت سان بلوك كان مستحيل انه وقف البيجمنتيشن بس على القليل السان بلوك بيحمي الوجه من التجاعيد ماني بعد جاهزه انه يصير عندي تجاعيد سو رح يشتغل لي شوية جو لاين دكتور مايكل اند هلا بشوف هو بتركه لقلو انا بترك القرار لقلو fixing small things get ready for the winter for the season don't say في شي مفاجأة جديدة عم زبط حالي قبل هالمفاجأة ما رح تعرفوا عنها رح تعرفوا عنها قريبا اوكي اوكي نص إبرة هون ونص إبرة هون it's amazing who are you I don't know Michael who I don't know so happy نص بنص it's perfect I love it thank you very nice became I think matches perfect matches perfect دوت شو على جوا details because details make a difference details مش بس details يعني نص إبرة شوف الفرق no not just go and put Exactly. Where you put, how you put, how you do the tails, don't just go bam 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 bam. Yeah. Just little and the correct place. In the correct place. I think this makes a difference. In the correct place. يعني تنحط بطريقة صح. الواحد ما يعوز كتير ثم يقشط الوجه. I love it. So Michael, what if someone is now watching and either they're not happy with an old jawline that they've done or they're thinking about doing a jawline. What is the to do and don't? Look now, the jawline, the problem is to identify what's the problem because jawline is just this area. So this can lose definition for many reasons. Can be either the bone is not, some people born like this. This is very narrow. Yeah. So that you cannot have definition. Or the case they have too much fat on the neck or the, and the skin, or the skin is loose. Or they have big fat cheeks here. So you have to identify problem because if you have a fatty neck and you try to keep put fillers to make the jaw to show more and you end up all these weird looking patients with everything is big because why you have to put so much in order to show the jawline but just go and remove the fat and finish or tight the skin you can go and
nowadays very easy because you want to remove the fat, right? You want to tighten the skin. How you can put some threads at the office. You can use devices, radio frequency or cautery, like Renuvium have here. Both of them are available in the clinic. We just burn the skin from inside, tight it, so it follows up and make better contouring in this area. Now, you want to highlight, you have the feces of the bone. You want to put a little bit more bone. You put a filler, nice position, very little quantities, but in the correct position. You have to see where is the problem. Here in the angle of the jaw, a little bit forward, a little backwards. Then you put the filler. Then you want to relax. You have this, many ladies, they start having this line here. What you do? You put Botox in this area. You relax the muscles in the neck as well. So all these things come down. And then you tie. You can tie now deep, superficial, and where position, where is the defect? So then you save. And if you save products, save money also, because imagine these things you have to do every year, because the fillers, they last 1 year, 2 years maximum. So in this case, you try to use the proper amount, so you save money for the patient, so you can do other stuff as well. Don't consume everything that it has in just one area, because you have to see all the holistic approach, the whole face. The face is not just the chin, the jaw, everything. So everything to balance because, everything out, because everything is aging, right? Yes. And everything. So you with just these few instruments we have, Botox, fillers, threads, radio frequency, cauteries, this will fix at the office easy. Then you have cases that they need more stuff, and then this is the problem, because if you start using only these things at the office to try to fix big problems, then you end up being ridiculous. I mean, you make mistakes and you look really weird. So you have to know where to stop and when to start indicating treatments more aggressive. Okay, so خليني بس ترجم بسرعة لدكتور مايكل. دكتور مايكل عم بيقول إنه اللي بدي يعمل الجولان لازم يعرف أصلاً شو هي مشكلته. هل يا ترى هي رقبته فيها كتير فات؟ هل يا ترى هو صار في ترهل كتير بالجلد اختفت الجو؟ أول دكتور مايكل عم بيقوله ممكن يكونوا الخدود كتير يعني فيهم كتير فات مغطين على الجولان. وعم بقول دكتور مايكل لازم الواحد ينتبه شو المشكلة بالجولان قبل ما دغري نروح إنه دغري على الفيلر. لازم الدكتور يعني ينصح بطريقة الصح ويطلع على الوجه. إذا كان الوجه عادي وسألنا مثل الوجه ما في عندي مشاكل رقبة أو مخدود كبار بس بدي ديفينيشن لأنه البون عندي منا كتير بارزة, ينحط الفيلر بكمية قليلة منا كمية كتير حتى كمان ما يكون في تقل على الوجه وينبرز الخد بهالكمية البسيطة. ودكتور مايكل عم بيقول إن في كتير أشياء لهالمنطقة بتساعد مثل الثريدز مثل اشياء تانية الموجودة وواحد بيقدر يعملها بقلب الكلينيك. كمان عم بقول دكتور مايكل إذا الواحد بده ليفتينج ما لازم يعمل فيلرز أما الاشياء اللي هلأ حكينا عنها اللي بتنعمل بالعيادة لأنه الواحد بيكون خلاص. دكتور مايكل عم بيقول اللي لازم له ليفتينج هول الاشياء يعني ما رح يبين حلو لانه تو ماتش برودكت بصير بلحد يستعمل اما خلص بيكون بده الليفتنج. سو الدكتور لازم يعرف انه هيدي البيشنت انا لازم انصحها انه شي نيدز ليفتنج اور شي نيدز لابسكشن للرقبه اور شي نيدز ثريدز اور شي نيدز مش بس دغري نلجا للفيلر. And this doesn't mean because even if you do you have all the options because we can treat you surgically, we can treat you like minimal invasive or we can do with injections and this is good thing because it's not like we can do only this or that. You can offer everything. And when you see somebody with a problem, you address everything. صح دكتور مايكل عم بقول بما انه هو بلاستيك سيرجن مش بس مثلا بينصح بس بالفيلر اما بس بينصح بالثريدز لانه هو ممكن ينصح بالعمليه بيعطي النصيحه الصح.